أحمد الله على نعمة السنة والتوحيد التي نمر بها في هذه البلاد، لا ندعي الكمال لبلادنا، يوجد نقص ويوجد ذنوب ومعاصي، لكن تصور مجتمع من غير معاصي هذا لا يوجد إلا في أذهان الفلاسفة. وأنا أعطيكم أمر، اليوم من خرج خارج هذه البلاد الناس عندها فكرة إن كلنا أصبحنا نرقص ونغني ونطبل هذه فكرة الناس عنا، وأن سمحنا بالخمور وبالمراقص والبارات، وعندك ذلك لما يأتي الحجاج يفاجأوا، الخير موجود، ذهب 10,000 الحفلات الغنية، ذهب 20,000، ماذا ينفع أمام 20 مليون في المساجد؟ بل جمعية تحفيظ القرآن في الرياض أصدرت إحصائية قبل 9 أشهر قرابة 300,000 حافظ وحافظة في المساجد، لكن الإعلام يستهدف هذه البلاد. وكنت في دولة أفريقية قبل 7 أشهر فقام لي رجل من الحاقدين من هؤلاء السياسيين أصحاب الجماعات، قال لي لماذا سمحتم في المراقص والخمور في بلادكم؟ كان بإمكان يقول له هذا دجل وهذا كذا وهذا، فقلت للناس اشهدوا تذكرة هذا الرجل على حساب، تأشيرة العمرة على حساب، سيارته التي تقل من بيتي هنا إلى العاصمة 8 ساعات على حساب، أكله وشربه في السعودية على حساب، بشرط واحد، يأخذ في الشنطة قارورة صغيرة خمر ويعطينا النتيجة. فضج الناس كلهم بالضحك. بعد المحاضرة قلت من صاحبنا؟ قال له خلاص تبت مدام المسألة فيها سجن وتوريط. هذه فكرة الناس.